اذا خوتي تبارك الله عليكم، راني فزت الجلبان، فزت هذه الجنان تبارك الله الخير، تبارك الله تعاملنا الكريم في كافي مور، ومعروفه كافي مور منطقه فلاحيه كيديروا فيها بزاف ديال الخضار هنايا، والخضار والكليمونتين كما تشوفوا، اللتشين نافيل والخضره بحال الخرشف بحال المهم الخضره تقريبا بصفه عامه. لفت انتباهي هذا الجنان هذا تبارك الله ديال الجلبانه، راكم عارفين شكون ما يبغيش الجلبانه، الجلبانه والفول وقرنع تبارك الله تبارك الله. منطقه فلاحيه كافي مور، منطقه فلاحيه معروفه قريبه على مدينه بركه. نديرو واحد الجوله خفيفه هنايا في هاد الضيعه ديال الجلبانه تبارك الله. انتما شفتو تبارك الله الجلبان تبارك الله، باقي خاصو شي ايامات، مازال عاد ما عمرش مزيان. ونكتفيو بهذا القدر خوتي الى فيديو اخر ان شاء الله، هذا فيديو قصير راكم عارفين مره كنبان لكم انا بشي حاجه ديال الطبيعه وديال الجلبانه والفول وداك الشيء. ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا، وشكرا. صافي غادي نردهم هذاك المشي موش هاي شت لا قول هادي هادي يا عمي، واحد ما كاين مشكل يلا هاي.